هذه كانت كوزينه كوزينه جديده دابا ما كانتش كوزينه كانت لوندري المهم هذه كانت لوندري كما شفتي في التصويره قبل ورجعناها كوزينه هي كوزينه دابا عندنا جوج كوزينات في الدار نبدا نطيبوا فيها لي فيديو ديال اليوتيوب المهم تكون سبيسيالي ديال داكشي ديال اليوتيوب ونبدا نديرو لصحابنا ولا درنا شي حفله في الجرده باش فاش نطيبو لي صوص ما تخلصش الدنيا المهم هادشي تقريبا خدمنا واحد شهر هاد الخدمه انتما كتشوف الجلديج ديال المغرب ودايرين ليها سميتو ديالها بهاد الشيء اللي زعما ديالها البوطان ها لافابو السينك ها الفريجيدير ديالها كلشي الحمد لله وهذا الشيء كامل هاد لي كابينه خديناهم من الكوزينه اللي كانت عندنا في الدار مع الكوزينه اللي عندنا في الدار كنبدلوها حتى هي وخدينا هاد الشيء كامل في الكوزينه اللي كانت عندنا في الدار ورجعناها لهنا هذه كانت فيها غير لونجي روم واللونجي روم زعما كان فيها غير هاد الشيء كان فيها غير هاد الشيء هذا رجعناه للور مورا هاد الشيء ديال الشوفاج حبسنا هنا قدينا هاد الشيء كامل اللي بدينا فهمتي زعما فغيمون ان تخيك ارتيستيك والمرا ديالي نادية هي اللي زعما كيما رسمات هاد البروجي وبدات فيه وجبنا واحد جوج الناس عاونينا بزاف جوج المصريين الله يعمرها هذا حنا نهضروا معاهم اون ميم طون سيبنا برا ديال هاد الشيء نتوما تشوفوا سيبنا برا باش يمكن واحد هاد الشيء هنا يمكن واحد يخرج نقدو من بعد يجلس هنا ويتمتع ونديروا شي حفله ها هما حشمانين هاد الناس يا معلم اجي نسولك سؤال من فضلك سميح فينك يا خويا هربان هما حشمانين مساكن التي نجي من هنا على الشميش اجي يا خويا اجي اجي تعال تعال من فضلك المهم هما سالاو ودابا هاد النهار الاخر ديالهم المهم هاد البلاصه هادي كانت غير ضايعه رجعناها دابا حتى هي درنا ليها بحال الجليز ديالها دابا يمكن ندوزو هنا ونغطيو هاد البلاصه هادي ونديروها بحال ندير شي حفيلات ولا شي حاجه نصيبو داكشي على برا وميم طون الجرده هنا اللور نصيبوها نقدها من بعد ونديرو كاع شي عراسات هنا كاع كاين لا بيسين دهيه وكاين كلشي طلع تيساع الحمد لله وهذيك الكازيبو حتى هي صيبناها حدا الكازيبو كاين لا بيسين المهم نرجعو لواحد هاد الوقت اللي دوزنا ما خداميش لواحد الافكار جاو لا بيسين دابا مغطي هاد الشي كامل ترجع خضرا الدنيا تجي زوينه فانت حتى الارانب عندنا ديالنا هنا ايه بادي هاو ار يو ها هو هنا هاد خضرا الدنيا وتجي زوينه وهاد البلاصه هادي حتى هي فيها واحد ها هو هنا نقادوه المهم لي بروجي مزيان الواحد يديرهم يفكر فيهم ايوا نادية اقنعو الدرموشه الله عمرها دار هي اللي بدات لنا البروجي وكملناه هي الكوموندون نسيب لك دي وسع وسع مش عاوز برميها مالو نسيب لك دي هي عاوز تمسح بس ربيزة تطيع مش هتفرق ما بعرفش ما كنفهمها حتى حاجه ولكن المهم ها هو ها هاي السيد اللي خدم معنا مسكين الله عمره هذا يمكن لك تقول شي حاجه بالعربيه لهاد الفيديو كي خدمتي هنا كيف شغلتي هنا واش عجبك الحال هنا ناس كويسين خالص الاول مساء الخير هنا ناس كويسين خالص المشكله بس احنا ما كناش عارفين البروجكت من اوله يعني احنا غيرنا كتير في البروجكت حسب المعطيات لان المكان كان صغير المكان كان صغير بالمغربي صغير فغيرنا حاجات كتيره كهرباء اولا احنا بدينا بالسباكه وصلنا السباكه ايه وصلنا السباكه غيرنا السباكه من النص لغايه عشان ننقل الدراير والغساله وصلناهم الناحيه الثانيه بالسباكه بتاعتهم بالفنت بتاعهم بكل حاجه وصلنا كهربتهم الدراير بتاخد 220 عملنا كهرباء جديده 220 هناك
وعملنا كهرباء ال 120 للغساله ووصلناهم. وبعد كده جينا هنا فكينا. طبعا هو كان عارف ان في ورق حائط اللي هو كان في ورق حائط جامد صراحه عشان نشيلهم وانتوا ساعدتونا برده في شيله. وبعد كده ركبنا السباكة. بعد كده الكهرباء جينا للكهرباء. كانت مشكله ان الكهرباء في هنا يعني عباره عن خط او خطين في البريكر. عملنا بريكرات جديده وظبطنا المسائل وعملنا بوتاجاز وعملنا وبعد كده قفلنا خط البوتاجاز وخط كل حاجه. وبعد كده قفلنا الحيطان وعطيناها معجون وعطينا وش برايمري وبعد كده هنا وعطينا وش اول يعني بعد ما بنركب السيراميك بتاعها بندي وش نظافه زي ما انتم شايفين كده ده النهائي. بعد كده ركبنا الكابينت. الكابينت ده مش جديد على فكره بس احنا خدناه زي الجديد. الكابينت ده يوز من المطبخ اللي فات. فكينا على قد فكينا شويه اللي هم كويسين استصلحنا منهم شويه وركبناهم وعلقناهم. وبعد كده عملنا بعد كده السيراميك. ركبنا السيراميك الاول وبعد كده الكابينت وبعد كده ركبنا السيراميك بين الكابينت والحائط ودهنا تاني عطينا وش نظافه اللي هي اخر وش وزي ما انتم شايفين كده الوقت الفينش كده مسامح. So the last thing will be after 2 days because today we did cooking and grout. After 2 days we got to do the cleaning and then after that they said ready to go. شكرا. وسيبتي الماء الماء ما حضرتيش على الماء. Oh yeah, we're talking about the water line outside. That was your request and we try our best to make it good to make it good for you and لا لابد we try to make you happy. سقيوة الجرداء وديك الشيء وبالعربية سامحة اش تقول؟ اللي هي ايه؟ اش تقول على هذا الشيء اللي درتي؟ أول مرة درتي مشروع كده ممتاز نجحتوا فيه. احنا مشاريع بس قطاعه يعني ممكن سيراميك ممكن دراي وارض واحنا بنعمل كهربا. احنا بنشتغل سمول بروجكت سمول بروجكت البروجكت ده البروجكت ده كان كبير كبير بس من فروم ذا بيجينينج ونوت اجري وات وي نيد تو دو من الاول من الاول وي ستارت ويز وي ستارت ويز جاست موف ذا موف ذا كابينت and the washer and dryer. كل مرة المعلم يجي يعطيكم حاجة خير. And then every day, الباص نادية. شكون هو الباص؟ نادية, of course. الله ما هذا مراتي هذيك. الباص نادية, she comes at something like we need any that. And also, because we feel this is our home, you know, where we treat as a family. I'm serious about that. Like for example, the light in the middle, this was my recommendation. Yeah. And then Hisham agreed with me. The light over there, it was at the side. Also, me and Hisham tried to fix it to make it in the middle to be fancy and good. You know what I'm saying? So we put our touch too. You know what I'm saying? It's not about only what you recommend or Nadia recommend. We put our touch also. Of course, this is all your touch. So that's what. لكن هذه تقريبا مستحيل. مش عملتوا حاجة مستحيلة. هذه كانت اللونجري روم رجعتوها كيتشن اند اتس ماشي الكيتشن سهله عاديه كيتشن جميله. The project is fine but if we have the whole picture from the beginning we can do less time. We can do less time. لكن دابا دربتوا احنا we have experience. We do experience. ولا شي واحد بغى يتصل بكم يمكن كيف هي شيء تسع عندك النمرة؟ عندي 571 228 8554 بالعربية. عن 571 هي 288 8554 ده اسمي سام أو سامح. سامح. وعندي هشام. تعال هشام. هشام من فضلك يا أخويا قدم راسك اسمية الكنية ديالك واسمية ديالك. ادي الرقم بتاعك 571 533 2149 وبالعربية 571 533 2149 والاسم من فضلك هشام وسامح. الناس يمكن يتصلوا بك سامح وهشام يتصلوا بكم الناس وتعملوا حاجة مشروع. والله العظيم انا فرحان كثير. شكرا بزاف. انا الحمد لله شكرا لكم انتم وللزوجة ديالي نادية. وزعما كان الصبر هو احسن حاجة في هذا الشيء. طبعا ما كانش سهل. هذه
هذه حاجة اللي درتي وزعما كاين واش نقول لكم زعما كاين امبوسيبل لكن رجعتيوها بوسيبل. هذه بالنسبة لبزاف ديال الناس تسولهم يديروا يقول لك لا ما يمكنش. مش ممكن نفعلوا هذا لكن انتوما فعلتوها جبتي لي كوزينة جديدة زدتوا لي كوزينة في الدار الحمد لله. كانت هذه البلاصة ضايعة ما كان فيها والو والان دابا يمكن لي نطيب فيها ونديروا فيها حفلات صغيرة ونجيو لهنا نجلسوا هنا نديروا نخيموها الخيمة ونلعبوا النظافة ونجيبوا القنية الصغيرة فريدي تلعب معنا حتى هو ناشط. كان مسكينها كانت هذه منزل فريدي ودابا شوف فريدي عنده منزل تزوجناه والأرنب بيض والمهم احنا ناشطين هنا وكل شيء بخير وشكرا جزيلا. هذا نهار كبير. شكرا شكرا شكرا, شكرا.